من المؤكد تماما أن الجلسة التي شهدت التصويت على فتح باب الترشيح شهدت 203 لصالح التحالف الثلاثي، وأن هناك أيضا أعداد يعني تصل أكثر من 220. ولذلك في اعتقادي أن التحالف الثلاثي سينجح في تسديد الضربة الثانية للإطار التنسيقي ومن معه الذين هم يعتبرون الأقلية من خلال تمرير مرشح رئيس الجمهورية القادم مرشح الحزب الديمقراطي، وبالتالي لن يستطيعون حقيقة المضي في تعطيل جلسة البرلمان لعدة أسباب. منها السبب الأول أن المدة النهائية الدستورية حسب الدستور الحالي النافذ هي 26/3، سيكون آخر يوم من المدة الدستورية التي يفرض عليهم انتخاب رئيس جمهورية. وعلى هذا الأساس حقيقة فإنه لابد أن يكون هناك عملية تصويت أو عملية حضور في البرلمان، وعندما يتجاوز القضية 220 نائب حضورا بالتالي ستخضع العملية حتى وإن كانت جولتان ستخضع إلى تمرير التحالف الثلاثي لمرشحهم، وبالتالي سيكونون بإطار مرحلة جديدة في تغيير قواعد اللعبة السياسية.